سنوات عديدة مضت منذ أن غابت المهرجانات الفنية والغنائية المفتوحة ذات الطابع الجماهيري عن مدينة كالمكلا، كنتيجة قد تبدو طبيعية لحالة الحرب التي تعيشها البلاد منذ أعوام، وما تلاها من أحداث كان من بينها سيطرة مسلحي القاعدة على المدينة. واليوم وبعد مرور أكثر من عام على تحريرها، تجاهد المدينة لإعادة ما ألفته من مظاهر الفرح عبر احتضان ساحة خور المكلا عددا من السهرات الفنية والغنائية التي باتت تحيي ليالي فصل الخريف ضمن فعاليات مهرجان البلدة السياحي. ما مرت به البلد عامة والمكلا خاصة قد انقطعت بعض هذه المهرجانات وبعض هذه المواسم، ولكن الآن تعاد بشكل حيوي، وهذا دلالة على الروح وحب الجميع في الاحتفالات والأحياء والأفراح أيضا والاستمتاع بهذه المهرجانات الموسمية. ورغم غياب المشاركات الخارجية عن المهرجان هذا العام على عكس ما كان يحدث في فترات سابقة، إلا أن الفرق الفنية المحلية تمكنت من تعويض ذلك الغياب وخلق أجواء فرائحية جميلة بتقديمها العديد من الوصلات الغنائية المتنوعة وعروض الرقص الشعبي. الفرقة الموسيقية تقدم الرقصات الغنائية مثل الدحيفة، مثل الغية، مثل الأغاني الشعبية الخاصة بالمحافظة. في هذه الأيام تكتسي مدينة المكلا بثوب حلة جديدة مطرز بالفرحة بالابتسامة، ترى الابتسامة في وجوه الكبار والصغار، ترى الأطفال يتسابقون، ترى المكلا مزدحمة بكل ضيوفها، وهذا انعكاس للأمن والأمان. نرجو من الله أن يعم على كافة ربوع اليمن. وتسهم مثل هذه الفعاليات في جذب الكثير من أبناء المحافظة وزوارها الذين وجدوا فيها فرصة للهروب من واقع الأزمات التي تعيشها البلاد ولو لبعض حين. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.